هاي المهنة نحن اخدينها عن جدنا والوالد عبد الرزاق الله يرحمه، وبعدها نحن اخذنا المهنة عنه. ومثل ما بتعرفوا كان محلنا القديم بالجديدة، ونتيجة الرهاب اللي صار والتدمير اللي صار انخرب محل الجديدة. لا نحن محل جديدة من عام 1900، تاريخه 1900، يعني تقريبا صرنا شي 120 سنة بهي المهنة. طبعا مثل ما قلت لك جدي ووالدي بعدها، والله نحن إن شاء الله مكملين على خطاهم إن شاء الله، والحمد لله الأمور أحسن بكتير صارت بإذن الله. فأنا نرجع عليه وإن شاء الله نرجع نعمر جديدة كمان بإذن الله. في شيء مميز دخلتوه على صحن الفول تبع الحاج عبده هلا؟ في شيء غيرتوه ولا لسه على التقليد؟ التقليدي ما غيرنا شيء، هذا هو لسه على مثل ما علمنا عم نشتغل. وانا من وقت ما كنت صغير نحن عندنا محل بالحلب القديمه بمنطقه قصر الحرامي، فدائما نطلع من قصر الحرامي للجديده مشان ناكل عند حاج عبده، محله اللي وقت اللي كان بالجديده. وبسبب الاوضاع اللي انت شايفتيها هلا هون ففتح هون، فانا هون يعني اسبوع اي اسبوع لا عند حافظت وخليت هالشي كمان مع العائله. كمان اللقمه الطيبه عنده، يعني هي النكهه، واليوم الجمعه له نكهه خاصه الفول يعني، وخاصه عند حاج عبده. شكرا، اهلا وسهلا. كنت أنت اكل عند ابوهم بالجديده، حاج عبده نفسه كنت اكل عنده بالجديده واخذ من عنده للبيت، كثير ممتازين. نحن بنرجع لاصلنا، الفول والفلافل والحمص كله تمام.